بس كلام. تمام، بناخده مكالمة الدكتور إسماعيل أو الدكتور الاجتماعي النفسي إسماعيل. مساء النور الدكتور. السلام عليكم. مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. شو أخباركم؟ كيف حال الصحة؟ الحمد لله تمام. أول شيء شكرا لك على استجابة للدعوة، وتاني شيء سامحنا لأنه دائما تعبك معنا. لا العفو، نحن في الخدمة دائما في قدر المستطاع إن شاء الله بإذن الله نحاول أن نقدم نصيحة. شكرا لك، بارك الله فيك دكتور. تمام دكتور إسماعيل، نحن اليوم بنتكلم عن تأثير الإنسان السلبي في حياتنا سواء العملية أو حياتنا الخاصة. الإنسان السلبي هذا متوفرين هلبة احنا عندنا في بلادنا. أهلا، شو السبب؟ وخاصة في هالظروف هذه، الظروف الصعبة اللي تعاني فيها البلاد. تمام. كتروا شعبية الإنسان اللي أفكاره سلبية، كتروا هلبة في مجتمعنا، وهذه مشكلة احنا مواجهتنا سواء كانت في العمل أو في حتى في الأمور العائلية والاجتماعية، يعني في المواصلات الاجتماعية. تمام دكتور، شو كيف التعامل مع الإنسان السلبي لو واحد من أفراد العائلة؟ يعني شيء اللي ما تقدرش تستغنى عليه، يعني واحد من أفراد العائلة، فكيف إنك أنت تقدر إنك تتعامل معه؟ هو الإنسان السلبي هذا نظرة سلبية في الحياة تكونت من نتيجة إحباط أو محاولات فاشلة في حياته هو الشخصية، تجربته الشخصية ممكن بيعممها على الآخرين، يعني نظرته تغيرت للحياة من الإيجابي للسلبي، يعني بدت الأفكار السلبية مسيطرة على تفكيره دائما. أول نظرة بينظر للجوانب السلبية للشيء، يعني في سواء كان في أي برنامج أو في أي خطوة بيختارها بينظر للجوانب السلبية، هي اللي بتسود على تفكيره، ودائما هي اللي بتسيطر على تفكيره، دائما السلبيات بتطلع دائما قبل الإيجابيات، حتى إذا كانت طلعت الإيجابيات في نظرة فالسلبيات هو بتفكيره وبنفسيته بيغلب السلبيات دائما بيسبقها على الإيجابيات. فالإنسان السلبي طبعا من الصعب أن الإنسان السلبي بتقنع بمحاولة أو اثنين، لكن الإنسان دائما بيقدم النصيحة وبيقدم المشورة. فالإنسان السلبي اللي كانت صادقنا يعني في مجال العمل، وهم الناس السلبيين دائما يحاولوا أنهم يسيطروا على الحديث، ودائما يحاولوا أنهم يبتوا أفكارهم السلبية في الوسط العملي. طبعا الإنسان السلبي أي خطوة بيخطوها سواء كان في مجال العمل، في الزملاء، في البرامج العملية، أول شيء بيركز على السلبيات أكثر من الإيجابيات، بيحاول يصاد السلبيات من شان إنه يستدل بها مثلا نقوله، أو يزيد ينشر الفكرة ويحاول إنه يفشل البرنامج هذا. تمام، شنو تأثير الإنسان السلبي في حياتنا العامة؟ هو الإنسان السلبي دائما بيزرع الأفكار السلبية، دائما بيحاول يحبط البرامج والتفكير، دائما بيصطاد السلبيات أكثر من الإيجابيات. هذا أكيد بيكون له تأثير سيء يعني في وسطنا، سواء كان في الوسط الأسري أو في الوسط العملي، كان في الجوانب العملية أكيد بيقلل من المردود في الجوانب العملية في النشاطات العملية منها، بيحاول انه يحبط البرامج هذه. في الجوانب العائلية والاجتماعية دائما بيحدث ارباك يعني في الامور الاجتماعية، في المواصلات الاجتماعية، في اخذ في المشورة، يعني حتى المشورة لما بيشاوروا مثلا نقولوا حتى جوز سلبي او جوز سلبية مثلا، بيعطي الرأي السلبي، دائما متردد، دائما متخوف، دائما شاك في ابسط الاشياء، يحاول انه يشكك فيها، يعني ما يشجعش رايه، دائما لا يشجع ان الانسان يتقدم ويتخلص من العقبات هذه. تمام، كيف نقدر نتعامل مع الانسان السلبي بدون ما ياثر في حياتنا الايجابيه او حياتنا الخاصه؟ والله الانسان انت ممكن حتى في معاملتك مع شخص، ممكن الانسان بنظره واثنين يعني الانسان اللي قدامه هل هو افكاره ايجابيه او افكاره سلبية، يعني أكيد نقدر نتجنبه الإنسان السلبي، حتى لما بيعطي رأيه نحاول أن نقنعه أو يعني نحاول أن نوضح له الأمور. فالإنسان السلبي دائما تفكيره بيسيطر عليه الجوانب السلبية، دائما ما عندهاش طموح، دائما ما عندهاش واضحة، ديما نظرته للفشل أكثر من النجاح. لما نجيبه احنا إنسان نجيبه كأس ماء ممتلئ بالماء
ونصف فارغ. الإنسان السلبي بيركز على الجانب الفارغ، أما الإنسان الإيجابي بيركز على الجانب الممتلئ في الكاس. كذلك لما نجيبه مثلا منظر طبيعي من خلال نافذة أو شباك بيطل عليه الإنسان على حسب نظرته هو في فترة، هل المنظر جميل أو منظر غير جميل. يعني الإنسان هو اللي يصنع حياته وتفكيره بنفسه يعني. فالإنسان لازم يكون تفكيره إيجابي، لازم يبتعد عن السلبية. كل إنسان لديه أفكار سلبية لازم إنه يحاول يبتعد عليها، لازم إنه يحاول يشجع الجوانب الإيجابية. طبعا التغيير دائما يحدث في الإنسان، التغيير يحدث من الداخل إلى الخارج وليس من الخارج إلى الداخل. دائما نقطة التغيير للجانب الإيجابي، لازم الإنسان يقتنع بأنه هو بيغير الشيء هذا. يعني حتى في القرآن الكريم يقول أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يعني هنا في الإنسان السلبي لازم نحاول أن نكون يعني ندير مجهود معه، لازم نحاول أن نقنعه بأن النظرة السلبية ولازم يغير من وضعه، ولازم نرجع أن ينظر للجوانب الإيجابية أكثر من الجوانب السلبية. تمام. يعني النفس في قانون اسمه سمحيش، يعني النفس في قانون اسمه قانون الجذب. يعني هذا قانون الجذب، الإنسان على حسب تفكيرك، أنت مثلا تفكر في نواحي إيجابية حتكون نظرتك إيجابية، حتجيك المردود كلها من أعمالك وخطواتك كلها إيجابية. أما إذا كان غلبت التفكير السلبي حتكون نظرتك سلبية وحتواجهك الأفكار السلبية في حياتك العملية. صحيح تمام. بما أنك أنت دكتور اجتماعي نفسي، يعني أكيد بيجوك حالات اللي هم وصل بهم الطاقة السلبية لدرجة مرض نفسي، يعني يجوك حالات في النوعية هي ولا لا؟ هو احنا كتفكير عفوا دكتور، الجملة عاودها لأن الخط يقطع فما حاولش إني نسمعك. قلت الإنسان السلبي بيأثر، السلبية بتأثر حتى على صحته زي ما قلتي أنت. تمام. أكيد بتأثر في صحته، أكيد بتأثر في نشاطه، بتأثر في حيويته، بتأثر في تفكيره. يعني الإنسان ديما يبعد الأشياء السلبية هذه. تمام. أعطينا نصيحة لكل من هو الآن في الاستماع في المشاهدة بالنسبة للإنسان اللي أثر على محيطنا من الجانب السلبي. والله الإنسان دائما يتوكل على الله، دائما يحاول إنه إذا نظرت للحياة دائما يحاول يحتك ويختلط بالناس الإيجابيين، دائما يبتعد عن الناس السلبيين. واللي يواجه إنسان سلبي يحاول إنه يأثر فيه ويحاول إنه يقنع بكلمتين أو ثلاثة. والإنسان كيف ما يبي نفسه، يعني زي ما قلت لك إذا كانك أنت فكرت في أشياء سلبية حتسيطر عليك، وإذا كانك فكرت في أشياء إيجابية وتفائل، الإنسان المتفائل دائما ربي يعني يكون معه، ربي يساعده دائما. أكيد. شكرا لك أستاذ إسماعيل دكتور اجتماعي نفسي على مداخلتك وعلى نصائحك. شكرا لك. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. مع السلامة. مش بس كلام.